مع حلول أول أيام شهر رمضان لهذه السنة، رفعت ملبنة نوميديا بقسنطينة من قدرتها الإنتاجية للحليب المبستر المدعم لتبلغ ما يزيد عن 350 ألف لتر يومياً، بهدف ضمان وفرة هذه المادة عبر الولاية وبعض الولايات المجاورات طيلة شهر الصيام. عموماً في شهر رمضان الكريم، الشهر اللي وين يكون فيه إقبال كبير على الحليب، اتخذنا عدة إجراءات من بينها هو رفع الإنتاج. كما تعلموا كنا نديروا 190 ألف لتر يوميا، حاليا كما اليوم بدينا ب 320 ألف لتر ورايحين نروحوا ل 350 ألف لتر في شهر رمضان المبارك. الملبنة التابعة للمجمع العمومي جيبلي حرصت على تعزيز نقاط البيع الحالية بالإضافة إلى تغطية عملية تموين 4 أسواق الرحمة بولاية قسنطينة خلال شهر رمضان. نقاط البيع كما تعلمون الملبنة عندها 18 نقطة بيع عبر 4 ولا 5 ولايات. قسنطينة فيها 8 نقاط بيع ديرون توت لاني. زدنا مع بالتنسيق مع مديرية التجارة نقاط بيع الرحمة سبيسيالمون رمضان، وين تفهمنا على 5 نقاط بيع. التحاليل المخبارية هي الأخرى تم تكثيفها خلال الشهر الفضيل لتشمل بودرة الحليب والماء المستعمل إلى غاية المنتوج النهائي الموجه للاستهلاك، وذلك حفاظا على نوعية وجودة الحليب المسوق. خلال شهر رمضان رانا كثفنا التحاليل لأنه زادت الفرق وتزيد الإنتاج بكميات أكبر. كثفنا التحاليل من المادة الأولية اللي هي بودرة الحليب، الماء إلى غاية المنتوج النهائي من أجل خروج للمستهلك حليب مطابق للمقاييس وفقا للجريدة الرسمية الجزائرية. الرفع من وتيرة إنتاج الحليب من شأنه ضمان تموين شامل للولاية فضلاً عن بعض الولايات المجاورة بهذه المادة الغذائية الأساسية التي يزداد عليها الطلب في شهر رمضان.